السلام عليكم، معكم كابتن محمد. النهارده ان شاء الله هتكون تمرين الدراع من سلسله تصحيح الاخطاء، وهي اول حاجه طبعا في تمرين الدراع هي هتكون التسخين. طبعا التسخين بيكون لازم خفيف جدا، هنعمل 20 عده عضله الباي بالشكل ده مع التبادل. طبعا و20 عده عضله التراي بالشكل ده، وهنعمل 20 عدة رخرفة جانبي عشان الكتف، وهنعمل 20 عدة رخرفة أمامي بس. وده هتكون أول تسخينة معانا، هنشوف أول تمرينة دلوقتي. وده هيكون الشكل الأول معانا، وهو البار الزجزاج بداية. أهم حاجة في التمرين ده الوزن، الوزن أنا قادر ألعب بالوزن هلعب بيه، مش قادر ألعب بالوزن ما أضطرش إن أنا أعمل كده وأشغل قطنيتي. تمام؟ اول حاجه ومن الاخطاء اللي بشوفها في التمرين ده، وهي ان الناس بتطلع ما شاء الله بيطلعوا كده وبينزلوا لحد هنا وبيطلعوا تاني. تمام؟ لا، انا عايز اخد المدى الحركي كامل، ما اطلعش نص طالعه ولا انزل نص نازله، عايز اخد المدى الحركي كامل اهو. انا شغال كده اهو، كوعي ما يطلعش معايا، كوعي ثابت جنبي، كوعي جنبي اهو بالمنظر ده. وده يكون الشكل الثاني معانا لعضلة الباي، وهو الدمبل التبادل. التمرين ده من أهم التمارين لعضلة الباي، بس لو أنا كنت متحكم في الوزن مش بجبر نفسي إني أطلع كده. تمام؟ لا، أنا دايما إيدي جنبي وبحاول أطلع. تمام؟ في ناس بشوفها بتطلع هنا وبتنزل لحد هنا وبتثبت. تمام؟ بتطلع كده تنزل لحد هنا وتثبت، ده تمرين تاني خالص، مش تمرين ضم التبادل. أمل حاجة للتمرين ده هو إن ألعب وأنا قاعد، يعني أنا لو أفضل ليا إن أنا ألعب التمرين ده وأنا قاعد، عشان في ناس بشوفها بتتجل أوزان لدرجة إن هي بتبدأ تكسر كده، وده ممكن يجيب لي إصابة بعضلة القطنية. وده يكون الشكل التالت معانا لعضلة الباي، وهو المسطرة على الجهاز. الشكل ده من أقوى تمرين لعضلة الباي، بس لو أديناه برضه بشكل صحيح. اطلع كده هثبت ثانيتين وهنزل بالراحه، اطلع وهثبت ثانيتين وهنزل بالراحه. الناس اللي بتعمل كده غلط، الناس اللي بتباع على جسمها كده وبتلعب برضه غلط كده. الوزن اخف بكتير عن هو كده، انا كده شايل الوزن بالظبط. في اداء تاني للتمرين ده بدل ما انت بتلعب وانت واقف، في ناس بشوفها بتلعب كده بالمنظر ده. اطلع لحد الاخر وانزل تاني اهو. وده يكون التمرين الاول معانا لعضله التراي، هو البار شباك. التمرين ده ممكن تبدله بالبار الزجزاج عادي جدا. تمام؟ بس انا بفضل يكون ماسك ايدي بالشكل ده مش بالشكل النهائي. تمام؟ اهم حاجه في التمرين ده ان انا اطلع لحد الاخر وانزل هنا، مش بفرد كوعي للاخر، يعني بمعنى ان انا هعمل لوك كده، لا انا كوعي في سن الثانيه بسيطه خالص، وبنزل لحد هنا وبطلع تاني، بنزل لحد هنا وبطلع تاني. ما اشوفش ناس بتنزل نص نازله كده. تمام؟ ولا بشوف ناس بتنزل للاخر وبتطير كتفها ورا خالص وبعد كده اصلا ما بتطلعش، لا انا بنزل لحد هنا اهو اهو بالظبط كده، وبطلع هنا ما بقفلش كوعي وبنزل تاني اهو. وده يكون الشكل التاني معانا في تمرين التراي، هو التمرين بالحبل. التمرين ده من اكتر التمارين اللي عليها خلاف. انا دايما لما بكون بلعب اي تمرين بكون عايز اطلع منه باقصى استفاده، وهي تمرين الاداء 100%. هوريكم الناس بتلعب التمرين ده ازاي، وهوريكم الاخطاء في التمرين ده. من اكبر الاخطاء في التمرين ده ان الكوع دايما ما بيبقاش ثابت، الكوع بالمنظر ده. لا، انا عايز كوعي دايما بيبقى ثابت، وحتى ولو شفت ناس بتثبت كوعها بتلعب بالمنظر ده. طب ايه الاصح خالص، وايه اللي هياخد مني اقصى استفاده؟ ان انا انزل كده والف كوعي اهو، انزل كده والف اهو، والف بالمنظر ده اهو كده. انا عصبت عضله الاضطراري واستفدت من التمرين ده بنسبه 100%.
الأداء كده صحيح، بس كده أصلا ده يكون الشكل التالت معانا المسطرة زجزاج أوفر هيد. في ناس كتير أولا السمكة بتاعة التمرين ده لازم تكون بالمنظر اللي أنت صممت بيه، إنما أشوف ناس كتير ردت التمرين ده إن هي حتى ولو شايلة وزن تقيل بتطلع كده وبتبدأ تأثر على ظهرها، لأنه بتبدأ التمرين تأثر على كتفها. السهم بتاع التمرين ده إن أنا بسحب الوزن من تحت وببدأ ألف لقدام بالمنظر ده، وصلت لحد هنا بيكون الأداء كالآتي: بطلع لحد هنا وانزل تاني، اطلع لحد هنا وانزل تاني. التمرين ده بديل تمارين البار الزجزاج على الدكتور، بس ده امن بكتير جدا من التمرين التاني. يعني التمرين التاني من اخطر التمارين اللي بتجيب لك اصابه في عضله التراي، تمام؟ انا بلعب التمرين ده بالاداء ده عشان خاطر اخد منه اقصى استفاده وبنفس الاداء وفي نفس الوقت يكون امن. فانا بطلع بالمنظر ده وببدا اهو اهو، ما سيبش الوزن يرجعني لحد ورا وابدا اطلع تاني، يرجعني لحد ورا وابدا اطلع تاني. كده تقنيتي بنسبه 100% هتتصاب، ما فيهاش كلام. فانا ببدا اهو احاول اتحكم في ظهري شويه، وكوعي ملمون شويه لقدام، ما اخلوش كده الكوع كده لقدام، واحاول انزل لحد هنا واطلع تاني اهو. مش بفرد للاخر، مش بفرد للاخر، كوعي ما بيعملش اللوك ده، تمام؟ في سن تانية بسيطه بحاول بس. وبكده اكون انتهينا من التمرين بتاعت النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نستمر في نشر المحتوى اللي بجد.